إلى حضرة النبي سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أهل الخير كلهم أجمعين لا سيما وإلى حضرة شيخنا وملجئنا شرف العلماء قدس الله سره العزيز الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. اللهم آمين. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا، وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات أرواح جميع الصحابة والتابعين، وإلى حضرات أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من الشاكرين والصابرين والناصرين والذاكرين والتوابين والمتطهرين والمتقين والمحسنين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف أمراضنا وأمراض مرضانا في الظاهرية والباطنية، فاشفها يا شافي الأمراض. اللهم زدنا علما نافيا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشيا وبدنا صابرا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.